अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है। तो आप देख रहे हैं विलेज ब्लॉग ऑफिशियल 29। तो जैसे को आपको पता है, हमने आगे लाइव चलना और चल रहे हैं लाइव। तो आप सब ने हमें देखना है लाइव, और आगे हमारे चैनल को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो आपको एक तिलावत करके सुना देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نقير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنْ هُوَ إِلَّا بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم. اچھا قاری صاحب، ہم ان کو یہ بتا دیں کہ اگلی آیت آپ صبح کون سے پڑھنے والے ہیں؟ آگے ہم کل 28 پارے میں پڑھیں گے سورت المجادلہ. 28 سپارے میں سورت المجادلہ. اچھا ٹھیک ہوگیا، انشاءاللہ سننے قاری صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہم پڑھنی، انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. انتے تک اللہ حافظ.